نواف استعجل بالله. يلا يلا يا اخي استعجلنا. يا اخي وراك تاخرت، عسى يمدينا على المعارض الحين. يلا يلا ما عليه، بس كم تتوقع يجيب موترك؟ والله اتوقع موتر بيجيب 60,000 50,000. ما راح يطيح عن ذا السعر. اي شكل ذا بيشتري الموتر. وخر وخر عنه وخر عنه. السلام عليكم، للبيع الاخو الموتر للبيع. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. هالبدي والله غالية، والله بخمس آلاف نجربها. هاي الموتر راح بخمس آلاف. يا رجال لعب عليك. يلا ساكت انت وجهك. والله لوريك. والله لوريك. والله لوريك. تسعة 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 خمسة. الو الو، معي الهيئه العامه للمحافظه على النوم. هنا يا جماعه في واحد مصحيني من النوم. جايين جايين. هلا والله فهد. هلا والله، شو اخبارك؟ والله اني رايح الحين للمعارض، ابي ببيع السياره. اتوقع انها بتجيب 100,000 بالراحه، نقول ان شاء الله. دقيقه، هذا في واحد بيشتريها، خلي اشوفه. يلا سلام. هلا والله، كم سيمت؟ والله يا ابو حد الحين باقي ما سيمت. سم ما شاء الله، ضغط ب 20 بعد فحص. ب 20؟ حسبي الله عليك. طيب السيارة اللي بيع يا اخوي. يا هلا والله، في واحد سام السيارة ب20 حسبي الله عليه، والسيارة انت عارف تجيب 100,000 بالراحة. اذا قال لك 20 راحت ب 19، قال لك 30 قصدي. ب 30؟ حسبي الله عليك. الله بالصيد. هلا وقف، كم سيم الموتر؟ والله وانا اخوك في واحد سام 30 واللي سام ب20، بس حسبي الله عليهم. كم تسيم انت؟ اجل راحت ب 10. اجل راحت ب 10؟ طيب انا وقف.